اسمع الشناوي قال ايه ونرجع نشوف كلام الشناوي كان منطقي ولا عزيز بنيج كان عنده حق. اكيد طبعا يعني شعور لا توصف طبعا اللي احنا ناخد النهارده ال 11، ان السنه اللي فاتت كنا موجودين برضو في نزهه في الملعب ده بالظبط، يعني السنه اللي فاتت وما خدناش البطوله عشان احنا اتظلمنا ظلم كبير جدا، بس احنا كلاعيبه وكاداره عملنا اللي علينا وجينا وحضرنا المباراه وخسرنا المباراه، عشان كده كان دافع كبير بالنسبه لنا وبالنسبه للجمهور وبالنسبه للاداره وبالنسبه للعيبه اللي احنا كنا نيجي السنه دي ناخدها من جوه الملعب ده، والحمد لله اخدناها. الحمد لله ببارك للعيبه، بقول لهم الف مبروك انتوا رجاله الماتشين النهارده، ببارك للاداره وببارك للجهاز الفني، ببارك لكل منظومه النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيوصل للبطوله رقم 11. الناس امبارح بيتكلموا في المؤتمر الصحفي بيقولوا لي الماتش اللي فات انت خسرته، الناس بتعيش على الماضي، عشان احنا كده بنفتكر بس هي ايه الماتش اللي جاي، واحنا عندنا هدف واحد ان احنا ناخد البطوله، وخدنا البطوله. احنا لو هنعيش على سنه ماضت ولا بطوله واحده كنا النادي الاهلي زي ما بيقولوا عقده امبارح، العقده يبقى عقده النادي الاهلي لافريقيا كلها. شفتوا النادي الاهلي النهارده واصل للبطوله ال 11، وان شاء الله واصل لكاس العالم رابع على التوالي، ان شاء الله بعديها كمان يبقى خمسه على التوالي. تمام، النادي الاهلي فريق كبير بادارته بجمهوره بلاعبته، النادي الاهلي كبير، الناس مش فاكره ده، احنا بنفكرهم. بقول للعيبه مبروك، وبقول للجمهور اللي جه النهارده وحضر بقول لهم الف 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 مبروك، واهم حاجه خدنا ال 11 من جوه الملعب الوداد. هو ربما كلام الشناوي في السبب الحقيقي للمشكله، وهي إن لو البعض بيفتكر نفسه عقدة فلا، النادي الأهلي عقدة أي حد. النادي الأهلي اللي عنده 11 لقب هو عقدة أي حد. وكرر الكلام ده مصطفى شوبير أيضا الحارس اللي كان موجود في المباراة الأولى في القاهرة، وقال إن النادي الأهلي الناس اللي كانت بتقول عقدة، النادي الأهلي ملوش عقدة في إفريقيا. ربما هو الكلام ده اللي سبب مشكلة عند بنحترمه عزيز بنيج، ولكن الكلام بنختلف عليه. لأن يا جماعة هو ليه يكاد المريب يقول خذوني؟ يعني إيه يكاد المريب يقول خذوني؟ الشناوي ما اتكلمش السنة اللي فاتت عن أي حاجة تخص الوداد، هو اتكلم إن الظروف كانت غير عادلة، خصوصا لو ركزنا في كلامه اللي قال فيه إن الأحداث اللي قبل المباراة اتعرضنا ليها وحسينا بظلم على الفريق والنادي وجينا مع ذلك لعبنا، يبقى بيتكلم مخارج الإطار الفني للمباراة. وكلنا شفنا القصة إزاي المباراة اتحددت إن هي في ملعب المغرب مركب محمد الخامس، وإزاي في بعض الملفات ما تواجدتش وقتها، وإزاي في ناس كان ممكن تنظم دولة محايدة وسحبت ملفها خالص، وكنا وقتها بنتكلم في التفاصيل. هو ليه حضرتك عايزنا ننسى ده؟ هو ليه المشكلة اللي انت عايز تقحم الوداد فيها؟ الراجل ما اتكلمش على الوداد خالص، وما اتكلمش على الأحداث الفنية، ولكن بيتكلم عن ظروف رئيس الاتحاد الدولي نفسه ورئيس الاتحاد الافريقي كانوا شايفينها غير عادلة. ما قلناش ان الوداد سببها، هو حد جاء قالك ان الوداد كان هو السبب في الظروف العادلة؟ ما حصلش. هو النادي الاهلي لما نظم مؤتمر صحفي عالمي واتكلم فيه عن الاحداث جاب سيره الوداد؟ قال ان الوداد طرف في اي حاجه؟ احنا بنتكلم عن الامور التنظيميه الغير عادله، ليه يكاد المريب يقول خذوني؟ محدش جاب سيرتك. اللي اتكلم فيه الشناوي كان يستحق الاحترام والتقدير منك، خصوصا في تعاملنا مع نادي الوداد اللي بنكن ليه كل الاحترام والتعامل، وهنا في قناه النادي الاهلي ما خرجش مننا اي تقليل من نادي الوداد لا قبل البطوله ولا بعد البطولة. فليه تقلل من نادي الأهلي؟ أعتقد كانت رسالة واضحة. ومزيد من الفقرات معانا، ومزيد ما بين الاحتفالات والإشادة، وما بين حق النادي الأهلي اللي دايما بنقف عنده، ولكن بعد الفاصل.